أقول كثير، ولكنني أعود وأجدد الترحيب بشخصية لا يمكن أن ننساها وهي معنا في هذا المكان، إنه الشاعر المعروف وشاعر موريتانيا محمد الحافظ الأحمد، أحد أبناء المدينة المعروفين. تحية لهذا الشاعر العظيم. بعض أبناء المدينة يعيشون خارجها لكنهم يحبونها كثيرا، لكنهم يعيشون كما تعيش أبو تلميذ داخل أحدهم، يشهدون إن للدهر إن تأملت لصرفا يكسب المرأة هيبة واعتبارها، أن اليوم بالنوارة مقيم أي عهد بيني وبين النوارة. من أبناء المدينة الذين أحبوها كثيرا وعملوا من أجلها طويلا الدكتور الشيخ السيد عبد الله الذي نرحب به، وهو رئيس مهرجان بوتليميت الثقافي. الشيخ عاش بعيدا عن المدينة ولكنه يتذكرها دائما تأسيا بجده عبد الودود السيد عبد الله: أيا حاكيا أن القراري ربعت ودارات فاي نورها يتلألؤ، لكأت جروحا في الفؤاد قديمة إذا ذكرت تلك المعاهد تنكو. إذا ذكرت بوتليميت يتذكرها الشيخ والسيد عبد الله، نرحب به ليحدثنا في هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، أشكركم جميعا على حضوركم معنا وتجشمكم عناء السفر والتعب من أجل مشاركتنا هذه المناسبة. وأخيرا حطت النسور على الكثيب، أخيرا بدأت رحلة النوارس إلى ضفاف الأمل. ها هي بوتليميت تعيد للزمن دورته وللذكريات ألقها. أيها الأحبة، حين فكرنا في أن نحاور عرائس هذه الجنة، ظلالها، تاريخها المثقل بالأحلام المجنحة، كانت دموعنا تحفر أخاديد في جدران النسيان والجحود. كنا نغمس غضبنا الهادر في مداد الإرادة، إرادة بعث الفينيق من رماده، فينيق بوتليميت الذي كلما انتفض من رماده انحنت الثريا جللا وماست الشمس طربا. أيها الأحبة، هل فكرتم يوما في قراءة رسائل الطبيعة، طبيعة بوتليميت؟ ألم تسألوا أنفسكم لماذا في كل يوم تتخذ الكثبان شكلا؟ لماذا في كل يوم ترسم قصة وتحكي رواية؟ الكثبان هي تجاعيد الأرض، والتجاعيد ليست دليل شيخوخة وهرم بالضرورة. التجاعيد تولد من الأسى، من الشعور بالوحدة، من نكران الجميل. نحن جميعا سواء في دم القميص، نحن جميعا شركاء في الذنب، نحن لم نحبس عليها سوامنا. إن هزمنا أمام السعدان لقد تركناها عمدا، ورغم ذلك هزنا الشوق واستخفنا الحنين إلى أيام العظمة والكبرياء. وها نحن نعود لنذاكر تاريخا من العطاء، سطرته أحلام رجال، منهم من قضى ومنهم من ينتظر ليروي للأجيال القادمة كيف مرت خيول الحالمين من هنا، كيف استظلوا بطلح السهول وقتاد الوديان. الحالمون هم أولئك الذين قهروا الشظف والجدب على هذه الرقعة وصالحوا بين السيف والقلم، ومنهما معا كتبوا ملحمة الوطن وجسدوها في موريتانيا الجامعة. الحالمون هم أولئك الذين صنعوا من الدمع والعرق والدم إكسير البقاء، بقاء القيم والمثل. هم الذين كنا وما زلنا نسمع صدى تراتيلهم يتردد في الآصال، وهمس إنشادهم يستحيل معزوفة داوودية عصية على النسيان. أيها الأحبة، كم جميل أن يضيء الإنسان شمعة بدلا من لعن الظلام. لقد حملت ورفاقي فوانيسنا في عتمة التحديات الكثيرة. كنا نتلمس الطريق إلى حيث بداية السلم، تعثرنا وتداعينا، ولكننا في كل مرة كنا كنملة الإسكندر المقدوني نعرف أن الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك. حملنا مشاعرنا
وواصلنا اختراق الديجور باتجاه كأس الحياة. كنا نراه على هذه التلال، نحسه في النسائم، نقرأه في قسمات الطيبين والبسطاء، ومع ذلك كان بعيد المنال، بعيد ما هو القرض. لا ندعي أننا وصلنا، ولكن حسبنا أننا تمكنا من هز الغصون وتحريك الماء الراكد. أيها الأحبة، بوتليميت حكاية من حكايات الزمن الجميل، زمن يقود فيه الرجال قاطرة الحياة، يكتبون للأمجاد سفر بقائها، وللكبرياء مبرر وجودها. بوتليميت قصيدة الشعر، أغنية فرح، ألا تستحق علينا أن نرتب الأوتار من أجلها؟ أن نجمع شتات الذاكرة من أجلها؟ أن نروي لمن سيأتون أنها كانت جوهر وطن ونوارة شعب؟ أجل تستحق وتستحق أكثر. فقط دعونا نردد معا ومن أجلها: والأمر أمرك لو رجعت إلى الهدى، الحب يبني والتباغض يهدم، رباه هل ترضى الشقاء لأمة ما أذنبت إلا لأنك تحلم. السلام عليكم ورحمة الله.